وفي الصفحة الدينية نظمت مساء أمس رابطة معلمي الخلاوي القرآنية في تشاد حفل توزيع شهادات تقديرية للمتفوقين في المسابقات القرآنية البالغ عددهم 20 متسابق ومتسابقة. عبد الله هارون برما والتقرير. المسابقات القرآنية أنجح وسيلة لتشجيع الشباب في حفظ كتاب الله وكشف قدراتهم ومواهبهم، وعلى هذا الأساس جاء الاحتفال الرسمي لتوزيع شهادات المتفوقين في المسابقات القرآنية التي تنظمها رابطة معلمي الخلاوي القرآنية في كل عام، حيث بدأت المناسبة بآية من ذكر الله الحكيم تلتها الأناشيد الدينية من قبل الفرق المشاركة. بنور إلهي سلام عليكم، بنور إلهي سلام عليكم. هذا وقد تداخل الحاضرون بقولهم مقدرين الجهود المبذولة في سبيل تعليم الأبناء والبنات في حفظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية، مؤكدين بأن الرابطة منذ تأسيسها لعبت دورا كبيرا في حفظ وتعليم أبناء الحارة في كتاب الله. رئيس رابطة الخلاوي القرآنية أوضح في قوله أن الرابطة رغم نقص المعدات اللازمة إلا أنها تسير على خطى ثابتة ومتينة. هذه الرابطة التي صنعت الأجيال وما تزال تصنع الأجيال من أجل التنمية والرفاهية وتقدم وطننا الحبيب تشاد، وهذه الدفعة التي التزمت بالسلوك والآداب الحميدة حتى نهاية المسابقة. أما ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ محمد الرقيص فقد دعا أولياء الأمور على مراقبة الأبناء وتشجيعهم على مواصلة تعليم العلوم الإسلامية. لا بد أن تعلموا هذا الجيل التعليم الإسلامي للفائدة الذي له فائدة للفرد والمجتمع وللدولة. وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للمتفوقين في المسابقات القرآنية البالغ عددهم 20 طالبا من الجنسين.